واحد كابتن احمد شبير. كابتن احمد سلام عليكم. يا ابو حميد عليكم السلام، ازيك واخبارك؟ وحشني، ربنا يخليك. ربنا يخليك كابتن شبير. يعني دائما انا قلت في بدايه الحلقه، دائما انت ما بتنزل انتخابات اتحاد الكره بتخدم الناس كلها، فلماذا المره دي مش عايز تخدم نفسك وتنزل على مقعد الرئاسه؟ وانا اعلم لو كابتن احمد شبير بما له قوه كبيره في الجمعيه العموميه لو نزل كرئيس هتكون وان سايد جيم، مش هيبقى في جيم اساسا. ربنا يخليك، اشكرك يا محمد اولا وتحياتي ليك ولكل مشاهدي النادي الاهلي. بقالي كتير ما شفت، يعني ما طلتش عليهم من خلال قناه النادي الاهلي. انت بتنور الدنيا كلها كابتن شبير. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يكرمك يا رب ويخليك. الحقيقه انا يمكن اكون اكثر الناس اقتناعا بالمهندس هاني ابو ريده، وده مش عيب لان هو الراجل من وجهه نظري انه بواجهه مشرفه، موجود في الاتحاد الافريقي، موجود في الاتحاد الدولي، ليه باع كبير جدا وليه خبره طويله، وانا خدمت معاه في الاتحاد وعارف فكره وعارف طريقه ادارته شديد جدا. وهي مش تكالب على مناصب، هي موضوع واحد عنده ما هو اكثر انه يقدمه لمصر. انا اتصور المهندس هاني من خلال وجوده في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي قادر انه يقدم اكثر مني انا لو ترشحت على منصب الرئاسه. من انا عزوفي ده دي نمره واحد. نمره اثنين الحقيقه يمكن عملي الاعلامي، ان انا راجل بشتغل في الاعلام. اتصور ان مش هيليق كمان ان انت تبقى رئيس اتحاد الكوره يعني بتقدم برامج، ممكن شويه وانت نائب رئيس او ممكن شويه وانت عضو مجلس اداره الى حد ما بتكون يعني مبلوعه عند الناس زي ما بيقولوا يعني. تمام. نمرة ثلاثة، أنا ما خدتش قرار نهائي حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها. بس يمكن النهاردة كان في جمع، أنا اتحضرت لقيت حوالي 110 نادي موجودين كانوا معزومين هنا، المهندس هاني ومجموعته كانوا منهم وطلبوا إن أنا أكون موجود. الحقيقة الاستقبال والله يا محمد كان، أنا عارف والله، عشان كده بقول لحضرتك لو أنت فكرت هتبقى وان سايد جيم مش هيبقى فيها منافسة. لا والله ما عرفنا في النهاية، إحنا هدفنا محمد هي خدمة الكرة المصرية بالظبط، وإحنا محتاجين يا كابتن الفترة الجاية الدنيا مهلهلة خالص، أنت شايف يعني. ده صحيح. الحقيقه المقابله وطريقه الكلام وهم تسابقوا ان هم ياخدوا الميكروفون ويطلبوا ان انا اكون متواجد كنائب في المرحله اللي جايه. يمكن عايز اقول لك انا كنت واخد قرار نهائي ولا راجع فيه. انت قلت ولا اهلي ولا اتحاد كوره الا اذا اضطرتني الظروف، لا مجلس الشعب ولا اي حاجه. وانا خلاص يعني مبسوط جدا بعمل الاعلامي بنجاحاتي فيه. انت عارف يا محمد انا تعرضت السنه اللي فاتت يعني الحمله اللي ما يتحملهاش بشر لولا ستر الله سبحانه وتعالى ودعوات الام والاب، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. امين يا رب. امين. من فضل الله عز وجل ربنا اكرمني وقفت على رجليا تاني. فهنا ده التردد اللي موجود عندي في القرار، يعني هحسبها مع اسرتي، هحسبها مع اصدقائي المقربين، وفي النهايه هاخد القرار باذن الله عز وجل اللي يكون مريح ضميري اولا، اللي يكون بيفيد اسرتي اولا وبيفيد الكره المصريه. من هنا يمكن انا طلبت المهندس تاني كمان 10 ايام بس مهله ان انا افكر وادرس الموضوع كويس، وفي النهايه ربنا يقدم اللي فيه خير باذن الله. بس كابتن شوبير انا برضو من الحاجات يعني عرفتها ان عليك ضغوطات كبيره من شخصيات رياضيه كبيره بتضغط عليك انك تنزل. ده صحيح. واضح. يعني مش عايز اقول لك اكبر الانديه في مصر الحقيقه واصغر الانديه في مصر والانديه كلها بالنسبه لي على قدم المساواه، لكن ده والله اسعدني جدا يا محمد انه الناس الكبار جدا، رؤساء الانديه الكبيره جدا ورؤساء الانديه الصغيره ورؤساء مراكز الشباب الحقيقه، وزملاء حتى في الاعلام كان لهم راي قبل كده ان انا ما ادخلش، دلوقتي هم اللي بيكلموني يقولوا لي من فضلك ادخل. بالظبط. احنا كنا ضد ان انت تبقى موجود، لكن الظروف متغيره في مصر بشكل واضح جدا، النشاط متوقف، محتاجين قرارات ثوريه عشان النشاط يرجع مره ثانيه، محتاجين قرارات هامه، محتاجين لوائح ومحتاجين قوانين ومحتاجين حاجات كتير قوي يا كابتن شوبير. فعلا يعني والله يا محمد وعايزين نروح كاس عالم ان شاء رب العالمين كاس عالم، محتاجين ننظم بطولات من جديد، محتاجين الملاعب ترجع تتملي بالجماهير، محتاجين الانديه الصغيره يتم اعانتها بشكل كويس، يبقى لها كرامتها بشكل كويس، محتاجين الملاعب ترجع بشكل نظيف، يعني محتاجين حاجات كثيره جدا. فانا الحقيقه يعني مش عارف، اول مره الاقي نفسي خيرا. انت عارف يا محمد انت عاشرتني لسنوات طويله، انا قراري واحد طبعا بيبقى بلا تردد وما بحبش اقول كلمه وارجع فيها. رجوعي بيبقى له عندنا يعني بيبقى صعب بالنسبه لي شويه. لكن عشان كده طلبت من اسبوع ل 10 ايام عشان اعيد يعني مراجعه موقفي، وربنا يساعد يعني بالتاكيد لو انا دخلت يبقى ربنا عز وجل رايد لي ده، لو ما دخلش يبقى في احسن مني 100 مره باذن الله عز وجل. كابتن شوبير برضو في الكلام اللي تردد بعد الكلام اللي طلع ان حضرتك بتفكر انك تبقى موجود في مقعد النائب اتحاد الكوره مع الكابتن هاني ابو ريده، وهو يقول لك بعد الخلافات الكتيره اللي كانت بينهم دي رجعوا لبعض تاني وهيبقوا حبايب وهيشتغلوا مع بعض والكلام ده. مش عارف في خلافات مع المهندس هاني.
يعني في ازماتي مع اتحاد الكوره انا بوضوح شديد جدا خلافاتي كانت مع الكابتن سمير الساهر، ولا داعي للصوت فيها دلوقتي. طبعا سمير انهى عمله الاداري وله التقدير والاحترام ايا كان اللي عمله فيا، لكنه خلاص موضوع انتهى بالنسبه لي. خلاص موضوع انتهى، لكن مع المهندس هاني ابدا، بالعكس كان دائما زياراتنا زيارات اسريه بشكل واضح جدا. بنختلف في الراي، وده انا بحب جدا نختلف في الراي واتفق في الراي، ده ما فيش فيه مشكله بالنسبه لي. لكن لا، من المهندس هاني ابو ريده خلافاتي معاه في الراي، مش الخلافات الحقيقه يعني اللي هي ممكن تؤذي يعني. ولو حتى حصل وبقيت معاه في الاتحاد كنائب رئيس، تاكد ان في خلافات في الراي كثيره جدا داخل المجلس، وده بيسري العمل على فكره. ده اساسي طبعا اكيد. نعم. لكن من وجهه نظر حضرتك كابتن شمير، وانت بتدرس الموقف كده وبتشوف الرؤيه الرياضيه في مصر، شايف ان احنا ممكن يبقى عندنا موسم كروي السنه الجايه، ولا بالنسبه انت حضرتك شايف ايه؟ عايزك تشطب كلمه ممكن وصول لازم، وانه لازم الاعلام كله، حضرتك وانا وكل الساده الافاضل الاعلاميين اللي موجودين في مصر، لازم يبقى هدفنا الاساسي يا محمد انه لازم يرجع النشاط الرياضي، مش عشان خايفنا من الناس، مش عشان بعض المتهورين، مش عشان بعض الخارجين عن النص، مش عشان بعض الغاضبين ممكن الغي نشاط، ده مستحيل. عايز اقول لك ان الالتراس دلوقتي اصبحوا ظاهره ايجابيه، وممكن هم يكونوا وقود الملاعب الفتره اللي جايه، لان هم عارفين الاخطاء اللي حصلت، وبالتالي هم اللي لم يسمحوا بها بمشاركتهم بوجودهم داخل الملاعب. عايز اقول لك ان الاداريين والمدربين واللاعبين والجماهير العاديه مشتاقين جدا لعوده كره القدم، فمش هيسمحوا لحد انه يبوظ نشاط. احنا بنشوف بطوله اوروبا محمد شايفها عامله ازاي، لما اتضرب شمروخ الدنيا قامت ما عادتش، لما ضربوا 10 بعض دخلوا السجن على طول في التو اللحظه، واتمنعوا 3 سنين من حضور اي مباراه في اوروبا. وبصرح بقالي من ساعه ما جه مجلس الشعب الجديد بصرح عشان قانون شغب الملاعب بيتعمل من دلوقتي، عشان لما يرجع النشاط يرجع كل واحد عارف اللي رمى شمروح عقوبته ايه، اللي نزل ملعب عقوبته ايه، اللي تسبب في شغب عقوبته ايه، اللي تسبب في ضربه عقوبته ايه، اللي تسبب في موت عقوبته ايه. ده لازم يتحط من دلوقتي ويتعمل عشان الناس ترجع. برجو مجلس الشعب، برجو رجاء، والحقيقه نشدت الاستاذ اسامه ياسين رئيس لجنه الشباب بدل المره 1000 مره انه يطلع يقول لنا حاجه بس عن القانون ده، وده اهم من كل القوانين اللي هو بيناقشها، للاسف لم يحدث حتى هذه اللحظه. انا بتمنى يا محمد انه كلنا كاعلاميين يبقى ده شغلنا الشاغل، انه لازم يرجع النشاط. جماعه بيوت كثيره جدا مقفوله، ناس كثيره جدا حالها وقف من توقف النشاط الرياضي. محمد ما قدرناش نكمل بطوله كاس مصر بكره اليد بسبب خوف هواجس امنيه موجوده. مش معقوله انه الدنيا كلها بتجري حوالينا، وانت في سنه النهارده الاولمبياد صار منك في كره السله، الاولمبياد طار منك في الكره الطايره، الاولمبياد طار منك في كره اليد، الاولمبياد طار منك في كل الالعاب الجماعيه. ما لحقتش غير بطوله كره القدم فقط لا غير. الحمد لله عندك نشاط لازم يتعمل، عندك مسابقات لازم تتعمل، عندك الاولاد الصغير لازم يرجعوا يلعبوا، عندك مراكز الشباب لازم ترجع تشتغل، عندك الانديه الصغيره، عندك مختلف الدرجات. انا اتصور انه ده اصبح دور حيوي وهام جدا، لازم كلنا نتكاتف من اجله بامر الله. انا مع حضرتك كابتن شوبير، واضح حماس حضرتك قوي للموضوع للقصه، ولكن للاسف شديد ما لاحظته كابتن شوبير ان المرشحين اللي كانوا موجودين لمنصب الرئيس ال 13 ثم اصبح 2 دكتور مرسي والفريق شفيق، ولا واحد فيهم اتكلم عن الرياضه، ولا واحد فيهم واوضح رؤيه للرياضه ولا للكوره ولا الحاجه ابدا. يعني برضو دي حاجه غريبه كابتن شوبير. والله انا طلبتهم هم ال 13 وبعدين طلبتهم هم الاثنين انه يتكلموا على الرياضه، بس عايز اقول لك يا محمد ان احنا الرياضه عندنا واضح انها مهمشه، حتى الجامعات التاسيسيه للدستور المره اللي فاتت اختاروا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، المره دي مفيش حد، كابتن زيزو جاب معاه مجموعه محترمه زي اللي هو محمود احمد علي والدكتور كمال درويش وغيره من الافاضل. تمام. المره دي اتشال. صح. يعني اسمع كلامك اصدقك، اشوف جامعتك التاسيسيه استعجل. يعني الحقيقه شيء عجيب جدا وغريب، وكان الرياضه دي اللي حوالي من 5 الى 8 مليون بيسترزقوا منها، وكانها اللي هي اكسير الحياه. اديك شايف امبارح رئيس بولندا لما فرقته جابت شجع درجه ثالثه يا كابتن شوبير، شجع درجه ثالثه امبارح، مش رئيس جمهوريه ده كده. وده انا شفته على يميني جاك شراك في نهائي كاس العالم. طبعا انا كنت بعلق الحقيقه، حصل للتلفزيون المصري، شفت الراجل وشفت كم من الرؤساء وكلهم بيبنوا شعبيتهم، حتى الدكتور محمد مرسي ما بنى شعبيته على ابو تريكه وهادي خشبه ونجوم الكوره الكبار دول كلهم. يمكن الدكتور شفيق او الفريق شفيق قال اكثر من مره انه هيرجع الكوره، وقال تصريح كويس انه هيعامل الشهداء مذبحه بورسعيد او حتى استاد بورسعيد معامله شهداء الثوره، وقال انه
لازم كرة القدم ترجع وتكلم على مراكز الشباب، لكن برضه ما تقدمليش ببرنامج رياضي كامل. في صح. أوروبا والدول المتقدمة يا محمد مرشح رئاسة الجمهورية بيقدم برنامجا متكاملا مزبوط. على رأسه الرياضة، وهذا للأسف غير موجود في مصر. أتمنى أنه الإعلام بقى بضغطه صح. هو اللي يجبرهم صح. لأنه ما عادش عندنا حاجة نخاف منها دلوقتي، نحترمهم ونقدرهم صح. لكن ما بنخافش من حاجة، ونطرح آرائنا بكل وضوح وكل صراحة. كابتن أحمد شوبير، قبل ما أقفل مع حضرتك أسألك سؤال واضح وصريح، أنت خايف على مصر ولا مطمئن؟ أنا مطمئن جدا ومش قلقان ولا عندي أي نوع من أنواع الخوف. دي بلد ربنا عز وجل حميها وسترها وكرمها وجابرها وحيجبرها أكتر. واللي حصل في مصر كم شهر اللي فاتوا كان ممكن يقسم وسط اي حته في العالم، لكن احنا بنشتغل والحمد لله والشكر لله وبنأدي واجباتنا، والناس بتشوفها ماشيه في الشارع رغم كل الالام والمحن، تحس ان عندها ابتسامتها وتحس ان عندها اللي شاغلها بفضل الله سبحانه وتعالى. طول ما في الشعب المصري ده موجود، طول ما في ستر وعدل من الله سبحانه وتعالى، طول ما مصر دائما وابدا محميه بامر الله عز وجل. يا رب يا كابتن شوبير، ويا رب ان شاء الله يهديك ربنا اللي فيه خير ليك ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك كابتن شوبير، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. ده كان تعليق كابتن شوبير على موضوع ان هو مرشح او بيفكر انه يترشح على مقعد النائب مع المهندس هاني ابو